لبناء صورة متكاملة عن مدى انتشار الظاهرة السلفية بالمجال الجغرافي المحدد لهذه الدراسة، كان لابد من مواكبة مجموعة الفضاءات التي تتمحور فيها الحياة اليومية لمواطني هذه المنطقة، ومعرفة طبيعة ظهور السلفي بها وتحديد حجمه وطبيعة نموه، كما كان يجب الأخذ بعين الاعتبار ما كانت عليه الأوضاع والموازنات في فترات سابقة، مما يسمح لنا بتحديد الاتجاه العام الذي تسير نحوه هذه الظاهرة. ولقد قسمنا هذه الفضاءات إلى ثلاث فضاءات: الفضاء الأول هو الفضاء الديني، الفضاء الثاني وهو الفضاء الاقتصادي والتجاري، أما الفضاء الثالث فهو الفضاء العام. إذا نبدأ مع الفضاء الديني. أما الفضاء الديني فلقد اتخذت المجموعات السلفية منهجين محددة في انتشارها داخل الجوامع والتحكم تدريجيا في إدارة شؤونها الداخلية وصولا للسيطرة الكلية عليها. ويمكن تقسيم هذه المنهجية إلى ثلاث مراحل أو عبر ثلاث وسائل أساسية: أولا، التركيز على الانتشار داخل عدد قليل من الجوامع الموجودة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية. ثانيا، الاعتماد على تشكيل المشهد الداخلي للجامع بطريقة لا تجعل لغير منتسب الجماعة فرصة للبروز والظهور، وذلك عن طريق تنظيم الدروس والدورات المتنوعة والمتعددة، بحيث يتم من كل المساحة الزمنية التي يمكن خلالها تقديم أي محتوى للمصلين. ثالثا وأخيرا، اتكال المنابر والاستحواذ عليها بطريقة سلمية أو عبر القوة اللازمة الأمر، وتعتبر مرحلة تنصيب الإمام الخطيب المرحلة الأخيرة لاستكمال السيطرة على الجامع ووضع اليد على إدارته، وهي كذلك المرحلة الأصعب نظرا لما يواجهونه من ممانعة وتصدي من قبل بقية المصلين، بلغت في كثير من الأحيان حد الصدام والعراك داخل الجامع أمام المنبر. فلقد سميت هذه المراحل الثلاث بثلاثية الانتشار والاحتواء والسيطرة. العديد من الشباب الملتحق بالتيار السلفي عاطف عن العمل يملك الفراغ كل وقت وانضمامه لجماعات جهادية فيه استجابة لرغبة البحث عن المغامرة وخوض تجربة جديدة كبقية أقرانه في الحي. وإن كان الطابع التمردي الأفقي لهذا التيار يستهوي كثيرا من الشباب في بادئ الأمر، فإنه مع مرور الوقت وانتفاء المصلحة المادية والحاجة النفسية لن يعد هناك مبرر من بقائه وتحمل تبعات ذلك. ومثل الانتشار الشديد الذي حققه التيار الجهادي داخل الأحياء الشعبية بعد الثورة في صفوف شبابها بالأخص محل جدل واسع في الدوائر السياسية والإعلامية، وذلك خصوصا بعد الاتهام المباشر لعناصر وتنظيمات جهادية أساسا مسار الشريعة بالوقوف وراء أعمال إرهابية شهدتها البلاد على مدى السنوات الثلاث الفارقة. وفي خضم ذلك سجل غياب الخطاب العلمي الموضوعي والرصين الذي بمقدوره استكشاف الظاهرة بعيداً عن الاحكام الإيديولوجية والمعيارية. وفي هذا الإطار تتنسل هذه الدراسة حول قسم من الظاهرة السلفية الجهادية في تونس يتعلق بشدة استقطابها لشباب الأحياء الشعبية، وذلك من خلال دراسة حالة إثنوغرافية للشباب الجهادي في حي الشعب. الأسئلة التي انطلقت منها الدراسة يمكن صياغتها كالتالي: لماذا تلقى الأيديولوجيا الجهادية تبنياً واسعاً من قبل شباب الأحياء الشعبية في تونس؟ ما هي وضعيتهم الاجتماعية؟ ما هي وضعية هؤلاء الشباب الاجتماعية؟ ما هي الخصائص النموذجية لهذه الوضعية الاجتماعية التي يعيشونها؟ وكيف تسهم في تشكيل دوافع انتمائهم للمجموعات الجهادية؟ ثالثاً وأخيراً، ما هي العمليات الاجتماعية الثقافية التي يعيشونها داخل المجموعات الجهادية؟ يعيش أغلب الشباب الجهادي في المنطقة تهميش وضعية عتوبة اجتماعية في غابينيتي سوسيال، وتتحدد العتوبة كوضع اجتماعي وسط بين الاندماج الكامل أو الخالص في المجتمع من جانب والانفكاك التام عنه من جانب آخر. هي منزلة بين منزلتين، بين الاندماج الكامل والانفكاك عن المجتمع، وذلك تبعا لمدى قوة ارتباط الفرد بالأنساق الاجتماعية يعني الاقتصادية الثقافية السياسية إلى آخره على مختلف قلوبها أو ضعف هذا الارتباط. والحق إن هذا الوضع يشكله انفتاق لهذه الروابط الاجتماعية من ثلاث جهات: الجهة الأولى الاندماج الاقتصادي لانسيرسيون كولونيك، الجهة الثانية الاندماج العائلي لانسيرسيون غولاسيونال، الجهة الثالثة الاندماج المدرسي لانسيرسيون سكولير. من خلال الحصول على شغل وعلاقات متنفذة وشهادة مدرسية، وهذا كله يختزل
في مفاهيم الرسامين الاقتصادية والرسامين الاجتماعية والرسامين الثقافية. يعيش كذلك هؤلاء الشبان حالة إنكار اجتماعي. دينيكاسيون سوسيال أو ما يعبر عنه في اللهجة العامة بالحجرة. ففي مجتمع يقترن فيه تمثل النجاح الاجتماعي للفرد بحيازته عمل دائم مستقر، خاصة بالنسبة للذكور، يصبح العاطل عن العمل أو الممارس للعمل الهش والموسمي فاشلا اجتماعيا وعنصرا ناشزا في محيطه، وهو يستقبل بدوره هذا الوصف نتيجة افتقاره للركيزة الحيوية للذات وهي العمل، وذلك ما يتسبب في تكوين هوية موصومة هي في الأصل تبلور نظرة المجتمع له. السؤال الذي تبادر إلى ذهننا في تلك اللحظة هو كيف يتحول هؤلاء الشباب من كونهم فاعلين اجتماعيين معطوبين إلى ليوث تقف على أبواب عزة أمتها. إن تبني هذه الهوية الجماعية الجديدة عبر تأويل الواقع واستيعابه من خلال مسافات الأيديولوجية الجهادية واعتماد تصورها عن سلوكيات السلف الصالح، مرجعية حيوية في تشكيل أسلوب العيش وبناء شبكات ممتدة ذات طابع اجتماعي واقتصادي وتثقيفي عبر حشد يعني ما تختزنه هذه الأيديولوجية من قيم ومبادئ سلفية بالأساس مثل الأخوة والإحسان والصبر والجهاد إلى ما آخره. يمكن الشباب الجهادي يتمكن الشباب الجهادي من تجاوز حالة العطوبة الاجتماعية لا فينيغابيليتي سوسيال من خلال أولا التمكين الاقتصادي، إذ أنتجت الجماعات الجهادية داخلها شكلا من أشكال الاقتصاد التضامن يقوم على فكرة كسر التفاوت الاجتماعي عبر تشارك في الثروة، موظفة في ذلك مبادئ الوقف والزكاة والإحسان، كما أن الدعوة الجهادية للخروج عن المجتمع عبر نزع الشرعية الدينية عنه تمنح مريديها، تمنح هذا الشباب الجهادي الرضا والاقتناع بشغل مواقع اقتصادية خارج إطار الاقتصاد الرسمي. هو يرضى مقتنع ببلاصته في نصبة، ببلاصته في كاميون الشارع اللي نقل عليه الكتاب، لأنه بالنسبة لي ما لازموش ينخرط في إطار الاقتصاد الرسمي اللي هو اقتصاد على المجتمع الجاهلي القائم على يعني إيواليات الميكانيزم الكفرية يعني الماخية. ثانيا التمكين الاجتماعي، أضحت الشبكات الممتدة داخل الحي المدروس، شبكات ممتدة حكينا عليها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمحيطية، أضحت هذه الشبكات داخل الحي المدروس فضاء اجتماعيا جديدا تشكله الجماعة الموحدة برابطة الأخوة، وفيه ينغمس الشباب المعطوب اجتماعيا داخل شبكة جديدة لتبادل الخيرات والخدمات المادية والرمزية تمنحهم رسامين شدة اجتماعية عاطفية إلى آخره، وتقوي سوسيابيليتي قابليتهم الاجتماعية مما يشعر اندراجهم العلاقة نانسيكسيون ولا سيمان حكينا عليه. ثالثا التمكين الهوي، تصبح